اللقاحات البيطرية محلياً صناعة استراتيجية مهمة، أمن قومي لحماية ثرواتنا الحيوانية والداجنة والسمكية، ويوفر على المربين فلوس كتير عند تحسين قطعانهم لوقايتها من الأمراض. ولكن لازم الجودة، لأن محدش هيسمح بتداول لقاح حتى ولو كان صناعة وطنية من غير ثبوت قدرته على التصدي للأمراض البكتيرية والفيروسية وغيرها. النهاردة هنحط حجر أساس المصنع الثالث في مجموعة ميفاك للقاحات البيطرية. مشوار طويل، وكل يوم بيثبتوا إن مصر لازم يكون فيها صناعة وطنية للقاحات البيطرية تفرغ كفاءات وتأمن احتياجاتنا بنسبة كبيرة من اللقاحات البيطرية في ظل جو من التنافس القوي مع الشركات العالمية، وأكيد نقدر ننافسها. المصنع الثالث في ميفاك اللي وضع حجر أساسه الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروات الحيوانية والداجنة والسمكية، هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج اللقاحات المبتكرة والمحملة وراثياً، ودي تكنولوجيا جديدة جداً لإنتاج اللقاحات المبتكرة والمحملة وراثياً، وهي تكنولوجيا جديدة مش بيطبقها غير 3 شركات في العالم، تصوروا. وبيستهدفوا في المصنع المصري إنتاج لقاح الكوكسيديا ولقاح محمل وراثياً للسالمونيلا، ودي أهم اللقاحات الاستراتيجية لقطعان الأمهات والبياض والجدود، ده بخلاف مجموعة من لقاحات النيوكاسل والالتهاب الشعبي المعدي المحملة وراثياً وكمان المرك، يعني إنقاذ كامل لصناعة الدواجن والتصنيع بأحدث أجهزة وخطوط إنتاج وتكنولوجيا في العالم. تعالوا في البداية نسمع الدكتور مجد السيد، رئيس مجموعة ميفاك للقاحات البيطرية، واللي نجح لغاية النهاردة في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللقاحات البيطرية من 3% ل 28% في أقل من 10 سنين، وبيطمح أنه يوصل بنسبة الاكتفاء الذاتي من خلال المصنع الثالث لحوالي 50%. دكتور مجد السيد، رئيس مجموعة ميفاك، بالمصنع الثالث حاجة بتثبت أن احنا عندنا صناعة وطنية قادرة على توفير احتياجات مصر من اللقاحات البيطرية، لقاحات محملة وراثيا. أولا أنا عايز نبذة عن مصنع ميفاك، تاريخ إنشاؤه، مشوار طويل جدا لغايه المصنع الثالث. زي ما انت عارف النهارده احنا بنعمل حدث جديد وعظيم جدا. مبروك يا دكتور. الله يبارك فيك. احنا النهارده مش بنتكلم على انتاج لقاحات تقليديه، احنا النهارده جايين علشان نفتتح مصنع الاول من نوعه في منطقه الشرق الاوسط وافريقيا، ويمكن الثاني او الثالث على مستوى العالم، انك يبقى عندك لقاحات محمله وراثيه. لاول مره في المنطقه عندك هيبقى عندك لقاح للكوكسيديا، وده من اخطر امراض الدواجن، مهندس وراثيا وليس كلاسيكي. لأول مرة في المنطقة يبقى عندك لقاح للسالمونيلا اللي بتأثر على دواجن البياض والأمهات وكل القطعات. أكيد. لأول مرة يبقى عندك لقاح للمركس. لما بنتج حاجة ببقى عارف سوقها رايح فين. هل مصر قادرة على أنها تصدر لقاحات مهندسة وراثيا للخارج؟ أنا عايز أقول لك يعني إن اللقاحات دي استقبال الخارج لينا إيه؟ اللي طالبينها مننا هم الخارج مش الداخل. يعني أنا لما بقول لك أنا عايز أعمل كوكسيديا فاكسين، سالمونيلا فاكسين، ماركس، ده اللقاحات دي اصلا مطلوبه مننا من الشريك الامريكي اللي معانا، ان هو عايز يسوقها في امريكا وفي اوروبا في شرق اسيا، وفي نفس الوقت احنا لنا نصيب منها في مصر. طبعا انا النهارده كنت هعمل الحاجات دي بعد 3-4 سنين جايين، لما جالي ضغط على التصدير ان انا اصدر اللقاحات دي اتحركت وبدانا ننقل التكنولوجيا الفتره اللي فاتت، والنهارده بنحط حجر الاساس علشان خلال من سنه ل3 سنين كل الرينج اللي بتكلم عنه ده يبقى موجود. حجم الاستثمار قد ايه؟